أنها تعالج النفس من الشح من البخل، وهو أدواء الداء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفحش المرض هو البخل وهذا الشح. روى البخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، على أننا نبخله. فقال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدواء من البخل؟ ما المرض الذي هو أشد مرضا من البخل؟ كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا داء أدواء من البخل، لا مرض أشد من مرض هذا الشح. أي داء أدواء من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. ولهذا ترون ربنا سبحانه عندما يذكر البخل والشح يخبر سبحانه أن هذا الشح من أسباب الهلاك، من أسباب الخسار. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، معناه أن من لم يوق شح نفسه فما أجدره بأن لا يفلح. والنبي صلى الله عليه وسلم يعد الشح من المهلكات، مما يهلك ابن آدم. أخبرنا صلى الله عليه وسلم ما فعل الشح بمن كان قبلنا. روى مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والزكاة تجتث من قلب ابن آدم، من نفسه، هذه البذرة الخبيثة تجتثها، تقتلعها، تعود النفس على ضدها، تجرئ النفس على البذل وعلى الإنفاق. الزكاة، فأنت لا تبالي بالذي تنفقه، إذا وجب عليك كان قليلا أو كان كثيرا نفسك يائسة منه، عالمة أنك باذله لا محالة، لا تبقي عندك، جرأت، عودتها على الخير، والخير عادة، فأنت عودتها على الخير.